واللي حرق نفسه، والله العظيم واللي غرق جهاله. تعبت نفسيتهم إلى أبعد ما يكون، يعني هاي المرأة اللي شفت انتحرت. حصرنا من قبل داعش، هاي صار لنا يعني فترة، يعني من قبل سنتين، أكثر من سنتين إحنا محاصرين، بس لا أكل لا غذاء يطبلنا، لا يعني خلونا على خبز الشعير، على يعني الطبابة ماكو فد مرة. والله تعامل داعش ما يخفى لا على الإعلام ولا على العالم شلون سوى بالمواطنين، ما خلى وسيلة أو شيء ضد المواطن ما استخدمه. يعني وصلتكم المعلومات بيش صار كيلو الطحين، بيش صار كيلو التمن، بيش الشكر. أنا عندي 7 أطفال ولا واحد داوم بالمدرسة، الوضع الإنساني والله الصحي. احنا برعب، حيل برعب، والمادة مال الخبز احنا 3 أشهر ما خابزين، حطينا تمرات وخاثرة ناكلهن الصبح نقول الحمد لله والشكر.